رحلة أنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحلة جديدة وماتينة للعادة. مرحبا بكم في حلقة الجمعة 23 فيفري 2024، ساعتين ونص العادة نرجو فيهم على حصيلة الأحداث ما صار في تونس والعالم في آخر 24 ساعة وال 24 ساعة الأخيرة. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع. ربي يتقبل منا ومنكم الدعاء في الأيام المباركة والأيام القليلة اللي ما زالت توصلنا على شهر رمضان المعظم. عودة كما قلت على حصيلة الأحداث، نحكيه على رئيس الجمهورية اللي طلع البارح على النتائج الأولية للاستشارة الوطنية حول نظام التربية والتعليم اللي شارك فيها أكثر من 580 ألف شخص. الرئيس تطرق إلى موضوع هجرة الكفاءات التونسية للخارج لدى استقباله السيد منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الرئيس أنه على تونس إيجاد الحلول للحد من هذه الظاهرة، ويقول أنه تونس إذا كان يوجد الظروف اللي تسمح لهم بالحياة الكريمة لما فكروا في الهجرة إلى الخارج. نحكي بعد شوية على نور الدين تبوبي اللي يقول فرصة 25 جويلية بدأت تتلاشى وتونس تحتاج إلى الديمقراطية. فاروق بوعسكر يعلق على إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد عبير موسي ويقول مسألة قضائية بحتة والهيئة لا تتدخل في القضاء. أخبار أخرى استنى فيكم تباعا من توا حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نسلم عليكم مما كنتوا، نستنى تفاعلاتكم كما كل يوم على الباش فيسبوك ديوان فام ولا على المباشر ديوان فام لايف على اليوتيوب. شل نهاركم زين، شل نهاركم مبارك، طريق السلامة للناس اللي قصد ربي. فرحان بملاقاتكم كما كل يوم، وفرحان بملاقات نجوم الفريق اللي أسوا ويأثوا صبحية الرفماق والماتينال يوميا على الديوان. يقودهم كالعادة القيدوم الكابيتانو البرنس القيصر فرانشيسكو توتي الأعلام لجران برنس. صباح النور يا بدران يا حاج يا بقوس، يعجز اللسان على الكلام. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك. إيش تحبني نقول بعد المقدمة هذه؟ كل عنده الحق اللي جاء من كندا البارح، قالك الحاج أضرب لكم ضربتين من الأول وضربة في الأخر والسلام عليكم. والله العظيم يعطيه ألف ألف شكرا. نحب نعاود نحيي خاطرنا حالين نسكن بعد في الكهرباء، خاطرتي عندك برفان وإحنا ما عندناش برفان، زيد لنا زوز برفانات. قول والله إن شاء الله مبروك. عيب عليك يا معلم، عايز إن شاء الله نهاركم زين، حتى أنا زوز برفانات. إن شاء الله نهاركم زين، خلينا نعمل عدل الدخل بتاعي. شددونا في البرفان، في البرفان حسبتوه على طرف برفان. إيش بيكم الرب؟ إن شاء الله جمعة مبارك علينا وعليكم، إن شاء الله طريق السلامة على الناس كل، إن شاء الله ربي يسرنا ويسركم إلى يوم الستر. ربي يحفظنا وربي يعطيكم ما تتمنى. ربي يكفر عليكم البرفان رغم العيني. أمين يا رب، أمين. ربي يخليك وربي يرزقنا. ونحب نحيي مرة أخرى خاتم زيد نغازل محمود أبار البرفانات، جاب لي خاتم ذهب البنت. والله العظيم نحب نحييه ونشكر برشا برشا برشا، يعطيه ألف صحة. صديقنا جينا البارح من كندا، نرحبوا به نجم النجوم نجم الحوار أيقونة الديوان لوغران زياد المكي. بونجور يا رفيق، نرحب بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، ربي يحلها في وجوهكم العباد اللي قازة ربي الخدمة توا. والله يا رفيق عندي زادة إهداء من كندا. أيه؟ عندي الأخت هدى صديق تعيش في كندا، قالت لي كل في الليل معناتها كي يقوموا صباح نعاودوا نتفرجوا في الرفماق. كل في الليل كي يقوموا صباح، وقتاش معناتها في الليل ولا في الصباح؟ في الليل كي يقوموا يلقاو الحلقة ديجا نحنا تعدد. قالت لي نتفرجوا في الرفماق، وتحب تحية لراجلها محمد بن سعد وتحيه لحماتها، وقالت يا زياد نموت عليكم يا اخو، ان شاء الله تنورونا بالشوكولا. امين امين. والمره هذه البارفان تكون انا ومحمود. سلموا على برشا سينو بار ديديكاس. حضرت الدخل للدخله رفيق، اليوم ماذا بيا باش نحكيو على التكوين المهني توا عصبيه. معناتها فما قرارات حلوه للتكوين المهني، خلينا نقولوا باش ترجع الروح. خاطر كيما تعرف القطاع كان مهمش برشا، العباد ماهيش حطته اون فالور برشا. دونك الحق بتاع ربي انه تو الدوله حتى كرتون مش دخله راه دخله، حبيتها دخله خفيفه، دخله حاجه خفيفه هكا. تكوين مهني عمره ما كان خفيف رفيق العوينه. فما انشطه كبيره قاعدين يقوموا بها في بلديه في العوينه على الاشجار وكذا، وهذا اللي نحبوا نراوه على تونس الكل. في نهار المخرج يسكن في العوينه قال لي مش صحيح. لا المخرج مش على الكيس الرئيسي بالتالي يسكن. نحكي لك على الكيس الرئيسي. رفيق ما عنديش دخله يعني بربي، هاني اعطيتك اهداء خويا، ان شاء الله نهاركم سعيد. عندنا الشيخ كوكي باش يجي باش يعمل لنا درس ممتاز للغايه. شو الموضوع؟ سيدنا تصرفات سيدنا معناتها هذاك في رمضان. اما اليوم شو الموضوع؟ ربي معاك انت والشيخ رفيق ثاني، وان شاء الله ساعتين ونص ممتازين. وحضورك ساعتين ونص يكونوا ان شاء الله ممتازين. نجمه الفن خبيره الاستار نجمه الارقام القياسيه كنا رسبت على الديوان السندريلا. صباح الانوار.
الورد والفل والياسمين والحاجات المزينه الكل. نسيت نغزلك يا محمود، انا زيدك كي روحت لقيت دبوزه بارفان، لقيت مكياج يا ولدي مارك دو لوكس، لقيت شكال، لقيت حسيت زهزني الراجل زهزني، يعطي الصحه نيجي ميرسي بوكو ربي فضلك. كيف كيف عندي مستمع من كندا يسمع فينا يقول لي عنده 5 سنين وهو يسمع في الرفماق، اسمه محمد، يعمل اون سبيسيال ديديكاس لولده يانيس، اليوم يحتفل بعيد ميلاده 3 سنين هو ومرته ساره، يتمنوا له ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، يقول العيد ميلاد السنه سبيسيال خاطر بعيد على ولده، ربي يفضله لك يا محمد وان شاء الله يا ربي تفرح به ونهاركم زين. نهاركم زين وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. خبير التحاليل الرياضيه نرجو نحكي معه بعد شويه على المنتخب بعد الكلام اللي قالوا بالحسن مالوش في علاقه بالتوصيات اللي تركها للمنتخب وللجامعه التونسيه لكره القدم. لو غرا ناصر البدوي صباح الفل. اهلا بيك، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نهايه اسبوع موفقه، ان شاء الله جمعه مباركه. كيف كيف انا نحب نحيي خويا ناجي يرحم والديه، يعطيه الصحه خويا ناجي على البرفان اللي هداه لي، يعطيه الف صحه والله يرحم والديك يا ناجي بالحق. ميرسي بوكو يا ناجي والله محلاه على الاخر على الاخر ناجي. لا نعرفوا ما هدا لك شفناه بوكو انا لا يا حلينا البكوتي كلنا يا خويا اسمع، هو جايته خير من خير من البرفانات وخير من الدنيا والروح اللي جاتها محلاها، هو كي تلقى الناس تحبك وتجي الراجل من الطياره جاي يسلم علينا يعطيه الف صحه، ونحيي المستمعين تاعنا كل اللي خارج الوطن. تحيه لكم كل اللي داخل تونس ولا خارج تونس في كامل بقاع العالم، شكرا على الوفاء، شكرا على مساجاتكم على كومنتاريتكم حتى لنقدكم، شكرا على المحبه وشكرا انكم مستمعين اوفياء للرفماق من سنوات. ربي يداوم العشرة ان شاء الله. نرحبوا به خبير الكتابة نجم السيناريو، كان نجم حلقة البارح زي كالعادة في المسابقات على الغناية والكويس، انتظروه الليلة على قناة الحوار التونسي في الراف ماكلوس. حتى ما مش مستانس بالكورة والغورة، مش فاهم الأجواء بتاع لوبومباتش اللي قاعدين يصوروا فيها في قناة الحوار، مرض بعصابه والله مرض، فقد القدرة حتى على التحليل، يخسر لعبة حب له نص ساعة أوت من الإيميسيون. حاتم الحاج بونجور 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 للناس الكل، بونجور للمستمعين. ان شاء الله بدايه نهايه اسبوع تكون معناها جميله. المطر السبت وسط الجمعه فما ويكاند باش يجي، برشا شمس وبرشا سخانه، وان شاء الله نتنفسوا بالكدا ومعناها بروفيت من الطقس هذايا. كان لاحظتش حاجه رفيق؟ كل اي ديديكاس من كندا العبد الكل كندا حتى زياد الكل الكندا، تحيه مره اخرى لناجي على السخاء نتاعو، قداش هو ناس طيبه وقداش هو عفوي وبالحق راهو ريت ناجي هو فريمون ايشانتيون من برشا عباد. نحن يعرضونا يوميا عشرات الناجيات في الشارع، انت ما تخرجش برشا مش كيما نحن انا ومحمود وزياد نخرجوا سورتو برشا. هو يخرج لابس كابوش يبدا متغطي مش ما يعرفوش علاش نسهر بكابوش جي دوك. تحيه لهم وبالحق كان هما اللي كان مش الموتيفاسيون بتاعهم، رانا بعد ساعات تخموا حتى نهبطوا يدينا شويه. تحيه تحيه لهم الناس الكل، تحيه للناس اللي تتفاعل معنا، تحيه لكم على كيما قلت على المساجات على الحب وعلى التشجيع، وتحيه للوغرو نجم النجوم المتالق محمود البارودي. بونجور صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. اسمع كل شيء باهي، جا ناجي كل شيء مريقل، الباكوات مريقلين كل شيء، ريت الباكو تاع رفيق. ماذا بيا نقول لك ناجي البلاكه شوين جوم اللي جبتها لي نجم تتهز رمال رمال ناجي ومعمل علي انا وحاتم باش نخرجوا نسهروه الليله معناتها. باش نخرجوا باش نخرجوا باش نخرجوها ميستانس هو ضيفنا على محاله ضيفنا، اما باش يوريك رفيق قديش البارفانات بالنسبه ليه هو انا كيف كيف. قال حتى دابوس البارفان باش يجيبها للتلفزه، كي تذكر اللي انا معاه في التلفزه وباش نحط له منها دابوس البارفان حتى على الواحد قال لي ما نهزهاش، ومن بعد تذكر اللي نجم ما نهزهاش نورمال لازم باش مات. انت تشوف معناها انت هذوكم اللي تفيق بيه بركه، ما نحن نفيقوا بيه واحد غفله، انت تطبس تطيح لك ستيلو انت انت يجيك الهدف مش يفرفن يفالي برفان. انت امبارح جايب كاسكروت تحيه النجم جايب لي، قال له هات نغم عليه نجم ولا يجري يسرق في كل شيء مش حتى برفان حتى مش سؤاليه معناها هو حكايه البرفانات رفايق
حكايه البارفانات ولا كنت نقرا في فرنسا وانا ايتوديون وبيسيري سي الماركه نسميوها سيفورا تحل 11 انا ديما نمشي نقرا نص النهار يزم نتعدل سيفورا بارفان عادي تعدينا بها اللي تعمل كل هذه اذا عندك خرجه ومقينا تدخل بربي نجرب هذه تعمل نفسي وتمشي القهوه اللي بعدها وجنرال مو كانت في المنارة ذا وين الفونتان والأجواء غالية يلا سيدي إنه زمن الجميل 27 دقيقة تنطلق الرحلة البداية كالعادة بلي موفور حلقة البارح حاضر معنا صديقنا القناص رامي الفراتي تود سويت الزابينج الفقرة المدعمة من ترافل تودو اكتشفوا العالم مع ترافل تودو أرخص أسوام لبي دافيون في تونس مع أحسن لكمبانيا إيريان في العالم فواياجي avec un leader c'est toujours plus sûr Travel to do تقدم لكم زابينج زابينج كما تعرف الناس الكل عزيزي المستمع اللي رمضان مازالوا اياماته يبدا وحسب رايك رمضان باش يذكرنا معروفه حاجه بركه زياد يقول لك بدات اجواء رمضان تقرب انا امبارح هبطت المدينه العربي خويا رفيق العشاء ايبا مازالت موجوده العاده كنسال يهبطوا ويبدلوا المعون وين لقيتهم؟ عطيني خاطرهم مازال زوز حوايد في تونس نعرفهم فينا وين لقيتهم بالضبط؟ فين أنا هبطت مع صديقي في المدينة العربية فين؟ ريحة رمضان بدأت تفوح ويكذب عليك تكذب على رمضان والله والله يا رفيق شحنة من الداخلية شحنة خاطر واحد يقول اسمها جاي مخك تقصدير عليك هيك العباد الكبار اللي يسمعوا فينا الشيخ ورجع فيهم لعلي الدعاجي والشو هذاك وكله علي الدعاجي اي الامور تبع رمضان بربي يا ربي هي هي ليلى عندنا مشكله كبيره في الدخله الحكم تاع ربي ليه وصلنا للمرحله هذه نجيبوا في حكايه من ريوس نمان اي ليه وشوف لي حاتم انت من غادي بربي يا اخي فهم واحد كابتني قال لي ترف ماك هكا تون قلت له غدا الصبح باش نفرح بخويا دونك وعد الديني حر سرد الحر الدين وعد الحر الدين دخلت بعض الحر وعد الحر الدين اه اش قاولك قلبها قلبها ما شكاها شقلبها الدنيا ما يهموش ما يهموش ما يذكرني شويه بمحمود محمود مهما كان السوجي اللي باش تعطيه انت يا رب شحكي لي في مخه ما يهموش زاد يعني انا اخترت تدوينة حكيت فيها الموضوع حكيت على التعليق قال لي لحظه رفيق قلت تفضل قرات تدوينة اخرى وجاوب عليها هذا لحظه انا ما قاسيتش عليه هكا طول ما قاسيتش عليه ليه فادي مشاكل وكريك ما عادش موجوده حاسب هي سوق تاو عرض وطلب يعمل لحظه تفسير النفسي زياد لهذا مريض هذا هو مريض حقا تكتب عليه هولفا يوسف ولا ندعو هولفا يوسف ايش عمل معناه ناصر البدري ناصر ما رايك في مقابله الترجي والافريقي يقول شو رايك امبارح ليفربول ومانشستر لعبوا ويورجن كلوب عمل وغوارديولا عمل انا ادعو هولفا يوسف وتحلل البارود ايش عمل وتكتب عليه تيراج تحلل هنا فهمني ولا المرض النفسي اللي يعاني اه اش قولك ما يهموش جبل ما يهزك ريح هو ما عنده شويه افكار شويه اخبار يجي وحده عامل كوندكتور وحده سيادته خط التحريري المنفرد به هو في البرنامج لا روعه روعه نقصين احنا يا محمود نقصين تي يعلم بينا ربي احنا ديجا الكدويت الجيل الراف مسيك عامله فيه العمليه هو تحيه اليوم بيسير مشكورين اما اخويا لجنده ما تحطليش في المبالجه هذيك تتمعني والله تحل لدي في مخك والله بس كل تحل فيها معايا معناها صحه لي ولا ايباد شكرا على لجنده شكرا قعدت سفارت فراس ومش كان الكادوات راهو اي لا حتى التليفونات قاعدين يجيونا فهمت اي منوعين شويه الايامات موظفين موظف داخلي الحمد لله في الداخليه يبدو انه داخليه امبارح زاد داخليه معرف معك مرحبين مركزين بارتناريا ان شاء الله ماشي في بارتناريا تحيه ان شاء الله مؤشرات باهيه هذه راه ثلاثه ايام على بعضهم الداخليه تتكلم معناتها يسنسوا فيك مش ما تتفجعش شو يطلبونا في الليل نط يا خوت يقول لك هاني معاك باش نلعب على فريجيدير اجيال فهمتني تكنيك حلوه برشا مرحبا نعرف على قريب ان شاء الله مرحبا بك انت بحذانا مرحبا بك انت بحذانا اكثر من هذا لا ان شاء الله اه شفت كيفاش اللي مصلي على النبي روعه لا لا هذا هو هذا هو المطلوب وشكرا على التفاعل يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج زابينج ريزيرفي في اي بلاد تحب عليها ووقت ما تحب على traveltodo.com اكثر من 500 الف اوتيل في العالم موجودين عندنا والخلاص بالدينار Travel to do, les prix to do.
رجعت لكم ترافل تو دو كيما كل نهار جمعه، والمحظوظ اللي باش يربح معنا مع ترافل تو دو نعلنوا عليه كل يوم على خاطر شهر رمضان على الابواب. العمره مع ترافل تو دو ابتداء من 580 دينار على 10 مرات وعبر الخطوط السعوديه من غير ارباح ولا فوائد بنكيه. ريزيرفيو من توا على 70 103 103، ولا مشيو الاقرب اجونس ليكم. كيما قلت العمره في شهر رمضان مع ترافل تو دو ابتداء من 580 دينار وتخلص على 10 مرات. وعلى خاطر نعرفوا لي الوقت ضيق وناس كل عندنا مشاكل في ستاسيونمون والباركينغ وشادين الصف اللي ما يوفاش، من توا مع سيرفيس درايف ان باي ترافل تو دو تنجم جوست تريزيرفي اون ليني، تتعدى للاجونس اللي تحب تخلص فيها والباب كرهبتك الفوتشر يجيك. السيرفيس درايف ان متوفر في ليزاجونس الزهره، النصر، باردو، لاك 1 ولاك 2، معناها تاقف قريب يجيك الكونسيي غادي بحذاك الكرهبتك يعطيك الفوتشر نتاعك. وان شاء الله مبروك عليك. بعد شويه نزيدو نحكيو على ليزوفر نتاع ترافل تو دو، ولكن نعلن توا على الفايز معانا على الجانيو. نحب نقولوا الف الف مبروك، ربح معانا ويكاند في نزله عنبر الافل في الحمامات، نزل من فيت 4 نجوم، صديقنا فتحي بن ذو. فتحي ان شاء الله مبروك. شلا مبروك فتحي بن ذو، ويكاند في نزل عنبر الافل في الحمامات، نزل من فيت 4 نجوم. ميرسي ترافل تو دو. ريزيرفي في اي بلاد تحب عليها ووقت ما تحب على traveltodo.com. اكثر من 500 الف اوتيل في العالم موجودين عنا، والخلاص بالدينار. ترافل تو دو، لي بري تو دو. ترتيحه صغيره بالموسيقى ونرجع بعد لحظات.